مرحبا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نصيحة ديجيتال. معي أنا توني سامية. اليوم رح نحكي عن التسويق الإلكتروني أو الأونلاين ماركتينج. الأونلاين ماركتينج هو شيء كتير واسع وبده عدة حلقات لنقدر نحكي بكل المواضيع المتعلقة فيه. اليوم رح جرب ركز على شو الأمور الأساسية اللي لازم نفكر فيها وقت نكون عم نبني أونلاين بيزنس وعم نفكر كيف نعمل له التسويق الإلكتروني. أكيد في تسويق بكذا طريقة مش بس إلكتروني. أنا رح ركز على التسويق الإلكتروني لأنه نحنا مثل ما بتعرفوا نحنا نصيحة ديجيتال سو مركزين على الديجيتال بلاتفورمز. فمثل ما بنعرف بالتسويق العادي، مثل ما في تسويق أوتدور على التي في على أي ميديا تانية، في تسويق الإلكتروني اللي في عدة بلاتفورمز. وهول البلاتفورمز بتختلف واحدة عن التانية حسب عدة كريتيريا. قبل ما نقرر كيف بدنا نوصل على البلاتفورم الصحيحة، عنا أمور كتير نمرق فيها لنعرف وين نكون موجودين، شو البادجت اللي بدنا نحطه، كيف بدنا نوصل للناس اللي بدنا نستهدفهم. أول شيء بدنا نفكر فيه هو الأوبجكتيف، شو الأهداف من هالتسويق؟ هل نحن عم نقوي السيلز تبعنا؟ هل عنا برودكت معين بدنا العالم تشتريه؟ أو هل نحن بنعمل بس توعية أو ننشر معلومات معينة أو حتى نعمل أورنس للبراند اللي عم نخلقه؟ في كمان نكون عم نعمل بس تقوية للبراند، بمعنى أنه نقوي لها الترافيك عليها إن كان كويب سايت إن كان كداتابيز، فهم نكون عم نعلي الفاليو تبعها. في كذا أوبجكتيف معقول يكونوا، هول الأوبجكتيف لازم ينحطوا قبل ما نبلش بأي كامبين، لأنه إذا ما في أهداف واضحة أكيد هالحملة اللي عم نعملها ما رح تنجح. الموضوع الثاني اللي لازم نفكر فيه هو مين الجمهور المستهدف بهالكامبين. واليوم عم نحكي عن اكيد جمهور كتير كبير معقول يتقسم بكذا طريقه، ان كان كعمر ان كان كمنطقه ان كان كشو البزنس تبعه ان كان شو بيحب. في كتير قصص نركز عليها، بس هول الكرايتيريا هن اللي بيخلونا نعرف وين نكون باي بلاتفورم. وهلا رح اذكر لكم بعض البلاتفورمز اللي معقول نكون عم نتوجه لها لكل جمهور. يعني لناخد بعين الاعتبار انه احنا عم نتوجه لجمهور اللي هن ناس اللي بهمهم الموضة او التياب، راح نكون عم نفكر ببلاتفورم مثل انستغرام، لان انستغرام هي مخصصة شوي للجيل الصغير اللي بيحب هالقصص. واكيد كمان عم نحكي عن الفود، عم نحكي عن السبورتس، كل هالقصص التوجه تبعنا بيكون صوب الانستغرام. اذا بدنا نصيب ناس بعمر اكبر يمكن نكون عم نفكر بفيسبوك مثلا. وكمان في غير بلاتفورمز متخصصين بامور تانية مثل البزنس، اذا عم نعمل شيء على ليفل عالي بي تو بي بزنس، يعني بمعنى انه عم نخلق لينك بيننا وبين ناس اوريدي عندهم بزنس، ساعتها بنفكر بلينكد ان، بنفكر بتويتر او بغير بلاتفورمز. واكيد فوق هول كلهم في عنا جوجل اللي هو اكبر واهم منصه للسيرش بالعالم، اللي بيكون مركز على كيوردز معينين العالم بتحبه، إذا فتشوا عليها تبين البلاتفورم تبعكم أو الويب سايت تبعكم. فهولي بشكل عام بلاتفورمز موجودين، وبكل بلاتفورم في كذا نوع تسويق. فينا نكون عم نعمل التسويق العادي اللي هو بوست عم نعمل له بوستينج، فينا نكون عم نعمل آد عم نشتري سبوت معين، وفينا نكون عم نسوي عبر حدا انفلونسر اللي هني هلأ كتير صاروا مشهورين بهالأيام. نسمع كتير انفلونسرز أو بلوجرز اللي هني بيكونوا ناس بيقدروا يأثروا على عدد كبير من العالم، وهول الانفلونسرز بيكونوا اجمالا متخصصين بمجال معين. فهون كمان هيدا بيعتبر تارجتد اد، والتارجتد اد كمان في يكون على منصات معينه، مثل نعطي اكزامبل يعني لمثال لهالشيء هو ستارت اب منت البلاتفورم تبعنا، هي متخصصه بالامور اللي خاصه بالانتربرنور الستارت ابس، يعني النيو بزنس اللي عم نحكي هلا عنها مثلا. بهالحاله بيكون عم تصيبوا ناس معينين بهمهم هالموضوع، وخصوصا اذا كانوا بزنس كلاينتس. فبهالحاله اكيد التسويق بيكون عم بيصيب هدفه اسرع وبيكون تكلفته اعلى، بس بيكون فعال اكثر بكثير. ذكرنا اليوم عدة مواضيع متعلقة بالأونلاين ماركتينج أو التسويق الإلكتروني، وحبينا أنه نعطيكم فكرة كتير عامة عن الموضوع. بحلقات تانية رح نفوت بالتفصيل بكل بلاتفورم وبكل طريقة تسويق ونجرب نفيدكم أكثر بهيدا الشيء. أنا بشكر متابعتكم وبتمنى عليكم إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تشاركونا على صفحاتنا الموجودين على أسفل الشاشة وعلى هاشتاج تبعنا نصيحة ديجيتال، وبشوفكم بحلقات جديدة ونصايح جديدة. Thank you.